جمهور متعطش للسينما، خصوصا انه في السعودية الان في صلاة سينما. النجم ابراهيم الحساوي، اهلا وسهلا فيك معنا عبر وياك. اهلا وسهلا. بكل صراحة، هل ترى بان الجمهور السعودي اليوم ينتظر اكثر فيلم سينمائي ام عمل تلفزيوني درامي؟ لا، حاليا والله في جمهور سينمائي كبير، يعني خصوصا الجمهور. اوكي، بالنسبة للتلفزيون، التلفزيون في البيت، بس عارف السينما هو بيعرف عن الفيلم، بيعرف مدة الفيلم مسبقا، بيعرف أبطال الفيلم، باختياره يذهب إلى السينما. لا، في جمهور سينمائي تقريبا بعيد عن التلفزيون حتى. لا، جمهور متعطش للسينما، خصوصا أنه في السعودية الآن في صلاة سينما، ففي شريحة كبيرة من الجمهور مهتمة بالأفلام السينمائية. أنا بدي أتشكرك كثير وبدي أطلب